من بعد ما شفتوا معنا احتلال الملك العمومي الرصيف، انتم كتشوفوا كيفاش كيتم الاحتلال ديالو. الازبال على اليسار انتم كيف كتشوفوا، في منطقة درب السلطان بالضبط بشارع العباسيين و شارع محمد السادس. هانتوما كتشوفوا احتلال الملك العمومي بالواضح. كيفاش ان كيتم احتلال الشارع العام، وهذا الشيء كيتسبب في العرقله ديال السير. هانتوما هو الضوء الخضر وما تقدرش تزيد. هذا المشكل كان قائم قبل من الاشغال ديال الخط ديال الترامواي او خط الحافله الكهربائيه. دابا زاد كثر. شوف 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 فين حاطين. شوف شوف اما اكيد خاص المسؤولين يلقاو حل لهذا الشيء باش حتى توقع كارثه لا قدر الله. الشارع العام كله محتل، كاين خليط ما بين الناس وما بين الملابس وما بين السلع وما بين السيارات، كل شيء مختلط. يعني من بعد ما السيارات واقفين كاين خارج من بعد، يعني كيف كنقولوا الوضع الثاني، فقط ما يكون الوضع الثاني ديال السياره كاين الوضع الثاني ديال الباعة المتجولين. هما خصهم يقلبوا على رزقهم، خصنا نعاونوهم يترزقوا على الله، الله يحسن العوان. ولكن احتلال الشارع مابقاش الملك العمومي، هذا راه احتلال الشارع الطريق، شيء لا يقبل لا عقلا ولا قانونا ولا يمكنش. شوف وكيف كنقولوا دائما هذا الشيء يقدر يتسبب في حوادث سير خطيره. الله يستر، راه يكون جاي شي واحد متهور بشي سرعه جنونيه ولا مطارد من اي جهه كيف ما كانت، هنا غادي تكون الفاجعة، وهذا ما لا نتمنى. من بعد كاع ما كاين داك الفراشة من هنا ومن هنا، كاين الدراجات الثلاثية العجلات اللي جابت السلعة حتى هي واقفة. هانتوما كتشوف بالفعل هذا السوق كيقصدوا الناس اللي ما فحالهمش اثمنه في المتناول ديال الجميع، سلع مختلف الالوان والاحجام ديالها
ديال الرجال والنساء والأطفال إيه بالفعل، ولكن هذا الاحتلال ديال الشارع وهذا التسبب في العقلة ديال حركة السير راه غير مقبولة بتاتا. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلتقي في مباشر آخر. كيف كنقول لكم دائما، احنا باقين فايقين معكم، بقاو فايقين معنا.